فالماء هو أهم عنصر في الطبيعة لا يمكن الاستغناء عنه، فإذا عدم الماء مات الإنسان ومات النبات ومات الحيوان، بل وتوقفت الحياة بأكملها. فما السر وراء خلق الماء بدون لون ولا طعم ولا رائحة؟ هذا السؤال يتبعه سؤال آخر: ماذا لو كان للماء لون، وكيف كان البشر سيتعاملون مع هذه العملية؟ فلو كان للماء لون لتشكلت كل ألوان الكائنات الحية بلون الماء الذي يشكل معظم مكونات الأحياء، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهنا يطرح تساؤل نفسه: ماذا ستكون عليه الأوضاع لو كان للماء طعم؟ والجواب يأتي سريعا: لو كان للماء طعم لأصبحت كل المأكولات من الخضر والفواكه بطعم واحد، وهو طعم الماء، فكيف يستساغ أكلها؟ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. خلق الله سبحانه وتعالى الماء بدون طعم ولا لون، فماذا لو كان للماء رائحة؟ لو كان للماء رائحة لأصبحت كل المأكولات برائحة واحدة، فكيف يستساغ أكلها بعد ذلك؟ لكن حكمة الله عز وجل في الخلق اقتضت أن يكون الماء الذي نشربه ونسقي به الحيوان والنبات ماء عذبا، أي بلا لون ولا طعم ولا رائحة. فهل نحن وفينا للخالق حق هذه النعمة فقط؟ وما أكثر وما أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا. قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولم تقف الحكمة في ماء الحياة الذي يشربه الإنسان والحيوان والنبات، ولكن انظر إلى هذه المياه المختلفة.